السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنكمل مع بعض التون موشن. لو انا عايز اصدر من الريفت للتون موشن فمش مشكلة استخدم اني ادنس، يعني هي الفكرة كلها هو التون موشن بيبقى امتداد ايه. فلو رحنا التون موشن ورحت هنا قلت له انا عايز اعمل امبورت وابدأ اقول له علامة البلس هنا، يعني انا عايز ازود حاجة، وقلت له انا عايز انزل ملف من الملفات اللي مسموح بيها، فتلاقي ان هو بيسمح بملفات كتيرة مثلا زي دي اي اي. فمجرد ان انا اصدر من الريفت او السكتش اب او هتلاقي شغال عادي. كل الامتداد دي هو بيقبلها، يعني هو بيقبل امتداد خاص بيه اسمه ابديت سميث، وفي جي اي بي عندنا بيقبل الاف بي اكس والسكتش والاوبجكت والسي 4 دي والثري دي اس والدي اي اي والدي اكس اف وكل دول. يعني ممكن مثلا الملف اللي انت بتصدره لليوم هو قبل بدون اي مشاكل خالص. لو انت عايز تشتغل بالماكس بيقبل، مفيش اي مشكله خالص. طيب فانا رحت هنا مثلا للريفت وجيت هنا على داتا سميث، وده المفروض ان هو متخصص اكتر في تصدير للانريل، وقلت له اكسبورت تو داتا سميث فايل، فيبدا يصدر لي الملف دوت. فبعد ما بصدر بروح بقى رايح للتول موشن واقول له انا عايز الملف اللي انا لسه مصدره، بالشكل دوت، واقول له اوبن. وبعد كده عندي اوبشن زي مثلا الكولابس، عايز الفول اليو بي وهكذا، تبدأ تشوف ايه الاختيارات اللي انت عايزها. وبعد كده هقول له امبورت. هنتكلم بعد كده على لو انا عندي دايركت لينك او لاندسكيب او بوينت كلاود، لكن حاليا خلينا ننزل الملف دوت. فبيظهر معايا المبنى بالشكل دوت. اقدر ان اتحرك بقى بخلال الزراير اللي هي ال WASD زي ما موجود عندك هنا بالشكل دوت. طيب خلينا عايزين مثلا نحط بعض الاشجار، فادخل هنا في لايبراري واقول له ان انا عايز الاشجار اهو تري مثلا، وعايز اضيف بعض الاشجار. اخترت ده مثلا وبدات احط اول شجره، فمثلا تعالى على الشجره دي وهبدا اعملها دراج اند دروب، تبدا تنزل معايا الشجره دي. طيب اول ما تنزل الشجره دي بيظهر عندي هنا في المشهد، هنا دي اللقطات او العناصر الموجوده في المشهد عندي، فظهرت عندي الشجره دي. يعني في اي لحظه اقدر ان انا ادوس هنا خلاص اختفت، دوست تاني تبدا تظهر معايا. والحاجات اللي في الجنب دي تقدر من خلالها ان انت تحركها بالشكل دوت بسهوله، او تعمل لها روتيت بالشكل دوت. ومن الخصائص بتاعتها بقى تقدر ان انت تكبر في العمر بتاعها، دي كده مثلا بالعشر شهور دي هنا الاوتو، يعني اول ما نغير التاريخ بتاع المكان كله بيتغير، هنا في الصيف، هنا في الخريف، هنا في الشتاء، وهنا تعرف بقى ديتيل عنها لو انت عايز تعدل الخصائص بتاعتها، تتأثر بالرياح ولا لأ. هنا اللون بتاعها، وده ممكن يساعدك في معرفة اللون بتاع أي عنصر، يعني لو جيت على أي مكان كده يقدر يقولك الماتيريال بتاعتها عاملة ازاي. دي الماتيريال بتاعت العنصر دوت الإزاز، فتقدر إن أنت تعدل في اللون بتاعه أو في الماتيريال زي ما أنت عايز. كل الخصائص تنفع إن أنت تعدل فيها بسهولة. طيب لو انا جيت وقلت له وانا بعمل موف دوست شيفت، يعني انا المفروض ان انا اعمل موف مثلا اهو، لكن انا داش شيفت، فبيعمل لي نسخه تانية. النسخه التانية دي بيقول لي حاجه من الاثنين، لا اما انستنس لا اما كوبي. ايه الفرق بين انستنس وكوبي؟ انستنس لو حصل اي تعديل بيحصل فيهم كلهم زي بعض، كوبي لا، انا خدت النسخه وملوش علاقه بالنسخه اللي فاتت، يعني لو عدلت في الاولانيه مش هتعدل في الثانيه. وهنا
عددهم كام، عايز كام مرة، وعايز المسافة بينهم قد ايه، وليكن مثلا 3 مثلا، والسبيسنج مثلا خليها 3 متر مثلا، فيبدأ ان هو يعمل لك بالشكل دوت. طيب خلينا ناخد واحدة تانية كده كوبي، هدوس شيفت وابدأ اسحب. وهاخدها كده كوبي، وممكن تقول له مثلا وانا بدوس ما غيرش رقم، لازم ادوس نمبر. اوكي طيب، دلوقتي دي كوبي ودي انستنس. طيب انا هبدأ ابص كده من وجهة نظر ثانية اهيت، عشان تبقى شايف كله. خلينا نعمل سيلكت على واحدة فيهم زي دي مثلا اهي، واقول له ان انا عايز اغير الايج بتاعتها، هنلاقي الانستنس بتصغر بينما الكوبي ما بيصغرش. يبقى الانستنس هيبقى الاتنين زي بعض، الكوبي لا. الكوبي لو عدلت فيه ملوش علاقة بالباقي خالص. طيب لو جينا هنا في الاكس واي زد، تقدر تغير وتنقل وتعمل روتيت وسكيل من خلال هنا بس، يعني ممكن اقول له مثلا دي بدل 9 خليها 8. هتلاقيه اتنقل، ليه؟ هو هنا بيقدر يتحكم في الاكس والواي والزد زي ما احنا عايزين، وهنا هتلاقي الاحصائيات بتاعة الجهاز بتاعك، بحيث لو الجهاز بتاعك هيهنج او في مشكلة تبدأ تاخد بالك من الارقام اللي هو مديها لك، ممكن تفيها بالشكل ده. طيب عايزين مثلا ناخد صورة كده للمنظر ده، نعمل له ريندر على سبيل المثال، هو لسه في شغل كتير، بس لو احنا عايزين نعمل صورة. تمام، انا داس على الزرار في النص عشان اعمل بان ليه. طيب خلينا نقول له اهي من ميديا، تقدر تعمل كريت للايمج والفيديو وكل اللي انت عايزه. تمام، ممكن مثلا نختار حاجة بالشكل دوت، زي تقدر تعمل كرييت لفيديو، مجرد بقى تدوس هنا وتبدأ تشوف هعمل ايه فيديو. تمام، الفيديو عبارة عن ايه؟ ان انا ببقى موجود في مشهد او موجود في مكان، وابدأ ان انا اتنقل لمكان اخر، ممكن اعمل مثلا ووك ثرو جوه المبنى دوت، فهو بيبدأ ياخد بين اللقطتين. وليكن مثلا دي، واقول له ايه اعمل لي كي فريم تاني، هو بقى يبدأ يظبط بين الفريمات. ممكن كذلك تقول له انا عايز اعمل بانوراما، انت بتجهز ومرة واحدة تروح مصدر لكله. ممكن تصدر حاجة مثلا للبانوراما ست، تقدر تصدر برزنتيشن وهكذا. في الاخر خالص هروح رايح لي اكسبورت، وبقى عايز تصدر لوكال ايمج فيديو بانوراما، فتقدر تصدر زي ما انت عايز. تبدأ بقى تختار بقى الصور اللي انت عايزها، ممكن تقول سيلكت اول او تختار صورة صورة، اي صورة انت تختارها، ونبدأ نصدرهم كلهم مرة واحدة. هتختار بعد كده الفورمات، وبعد كده تشوف الفيديو، ايه الفيديو اللي انت عايز تصدره، البانوراما، كل الكلام دوت. ومرة واحدة ممكن تقول له انا عايز اصدر للكلاود كمان، وممكن راح تقول له ستارت الاكسبورت، فيبدأ يصدر لك كل الصور والفيديوهات والبانوراما.
مرة واحدة على الجهاز عندك. فهو شغل في التو موشن ممتع. تمام، في حاجات كتير لسه هنبدأ نشرحها إن شاء الله، فخليكم مشتركين معانا في القناة عشان يجيلكوا إشعار بكل جديد إن شاء الله. اختار بس الفولدر وهو هيصدر لك كل حاجة للفولدر ده.